لطالما حذرت هيئة النزاهة الاتحادية من انتشار عمليات النصب والاحتيال الممنهجة التي تمارسها شركات وهمية بحق بعض الموظفين والمتقاعدين، وذلك من خلال إيهامهم بمنح قروض سريعة وميسرة، خاصة وأن هذه الحالة آخذة في الانتشار. دائرة التحقيقات في الهيئة المذكورة عكفت على تنفيذ عمليات ضبط لمتهمين بالنصب والاحتيال، أقدموا على استدراج بعض الموظفين والمتقاعدين، وأوهمتهم بأنها تمنح قروضاً لا تتجاوز 5 ملايين دينار مقابل سحب البطاقة الذكية الخاصة بهم للدفع الإلكتروني مع المستمسكات الرسمية، لافتة إلى أن المتهمين الذين ألقت القبض عليهم قاموا بسحب مبالغ أكثر من مبلغ 5 ملايين المتفق عليه، زائداً الفائدة المترتبة على ذلك القرض، مستغلين عدم معرفة الموظفين والمتقاعدين بالإجراءات المالية والمصرفية الرسمية. دائرة التحقيقات تؤكد أن عمليات النصب والاحتيال هذه تتم بمساعدة موظفين في شركة الدفع الإلكتروني البطاقة الذكية، وبينت أنها نفذت عمليات أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين بممارسة تلك الأعمال غير القانونية، وإن تلك القضايا حالياً معروضة على المحاكم المختصة. هيئة النزاهة طالما دعت المواطنين للحذر من تلك الممارسات التي بدأت بالانتشار في الآونة الأخيرة، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت على أهمية تحصين المواطنين من تلك الأفعال غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن مرتكبيها عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المنشورة على موقعها الرسمي. مما يستدعي ذكره إن الهيئة أعلنت عن ضبط أصحاب شركتين وهميتين لمنح القروض الفورية في محافظة نينوى نظراً لإقدامهما على استغلال المتقاعدين وكبار السن، وذلك عبر استقطاع مبالغ مالية كبيرة منهم عن طريق حجز بطاقات تسلم الرواتب الخاصة بهم. وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي عن دور الحكومة في السيطرة على تقليص هذه الظاهرة أو القضاء عليها نهائياً، خاصة وأن الضحية الأولى لهذه الظاهرة هم الموظفون الذين يعانون أصلاً من ضائقة مالية تلوح في الأفق.